محدش يقدر يقنع جده بحاجة مش عايز يعملها. أنا يا حبيبتي أنا أقدر أقنع جدك، بس أنا بس مستنية الوقت المناسب اللي فتحوا فيه. أقول لكم إيه، خلونا في موضوع شهيرة. بالمناسبة منى قالت لي إن شهيرة هي اللي أقنعت بابا إن ناصر يرجع مدير في المصنع. شهيرة؟ أيوة شهيرة، ما أنت عارف طول عمره ما بيرفض لهاش طلب، بيقول إنها يتيمة الأب علشان كده بيدلعها حبتين. عرفت بقى خلود؟ عرفت لما أنا قلتلك نتمسك إن فريد يتجوز شهيرة كان عشان إيه؟ وهي هتتجوزي بابا غصب عنها. أنا عندي فكرة. قولي قولي يا أم الأفكار. أخبار الشغل يا ناصر؟ الشغل ماشي زي الساعة. لو تحب حضرتك تراجع ورايا شغلي أنا تحت أمرك. أنا أراجع وراك أنت ناصر؟ مش حضرتك المدير؟ آه بس أنا ناصر لو مدير عام على الناس كلها ما ينفعش أكون مدير عليك أنت. والله؟ آه. وده من إمتى الكلام ده؟ من دلوقتي يا ناصر. ناصر أنا عارف إن أنت مش مصدقني وإن أنت زعلان وشايل من باين عليك، بس صدقني يا ناصر كل اللي حصل ده غصب عني، أنا ماليش ذنب فيه، وعشان أثبت لك حسن نيتي أنا هعوضك عن كل اللي فات. تعوضني؟ هتعوضني إزاي يا فخري بيه؟ هزود مرتبك 50%. 50%؟ يا فخري أنت شارب حاجة ولا إيه؟ شارب كاس الود والمحبة اللي بينا يا ناصر. ومش بس هزود لك مرتبك، لا المكافآت والحوافز قد مرتبك كل شهر. أنت بتتكلم بجد؟ جد الجد يا ناصر، أنت أكتر واحد تستحق ده في الشركة. أنا فهمت، هي شكلها كده الزيادة والمكافأة والحاجات دي كلها جاية من الحاج مش منك، صح؟ لا يا ناصر مش من الحاج. ناصر الحاج ما يعرفش حاجة عن شغلي، وأنا ما بجيبلوش سيرة عن أي حاجة، وأنا من صلاحياتي في الشركة أي موظف شايف إنه يستحق زيادة أزوده، وأنا عينيا الاتنين دول مش شايفة غيرك أنت يا ناصر يستحق الزيادة. مش عارف اقول لك ايه يا فخري. متشكر ناصر، انت غالي على قلبي قوي، انت اكتر من اخ بالنسبه لي.